هناك فوائد صحية للرمان، فالرمان له مذاق حلو وأيضا منخفض السعرات، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة. كما أن الرمان يحمي القلب من الكثير من الأمراض ويحارب السرطان ومضاد للفيروسات. هل تعلم أن الرمان يقلل من نسبة الإصابة بالزهايمر؟ فإنه يحتوي على فيتامين ج وفيتامين ألف وفيتامين ه وكذلك ألياف، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وحمض الفوليك. فمضادات الأكسدة التي يحتويها الرمان تقلل من الكوليسترول الضار، والذي بدوره يقلل من حدوث جلطات بالشرايين. كما أن الرمان يحتوي على مادة الفلافونويد والتي تحارب السرطان، لذلك لابد لكم من إدخال الرمان لنظامكم الغذائي اليومي، فهو خطوة صحية. فريق كل يوم معلومة طبية يتمنى لكم حياة صحية.